بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. كده بقى يا جماعة وصلنا الشقة بتاعت النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة بنحرق سعرها، السعر بتاع الشقة دي يا جماعة بنحرقه. شقة أول سكن الترا سوبر لوكس، مساحتها 120 متر، 3 غرف و2 حمام. يلا بقى نبدأ نخش بقى كده برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. أول حاجة يا جماعة بيجي لنا باب مصفح تركي، ده كده الباب المصفح أهو. بنخش بقى من الطرقة دي، طبعا عندي شغل الليد بروفايل أهو يا جماعة، ما شاء الله شغل جميل جدا مع شغل البانو والأبليك الأب داون. نبدأ نخش كده، بيجي لنا على الشمال الريسبشن، ده هنا كده يا جماعه ريسبشن قطعتين ومعاه حمام الضيوف، ده الحمام الاولاني اهو بتاع الضيوف. ده كده يا جماعه اهو ده اللون بتاعه، ده هنا كده الحوض اهو، ده كده يا جماعه حمام الضيوف، ده باب الشقة اللي احنا جايين منه، ده كده الريسبشن اهو، وده التشطيب بتاع الشقة يا جماعة ما شاء الله، حاجة نظيفة جدا. أول سكن يا جماعة لسه ما حدش سكنها، عمارة جديدة وشقة جديدة ما شاء الله، وبيتحرق سعرها. هنا كده عندي شغل بديل الخشب مع الليد بروفايل، دي المساحة بتاعت الريسبشن اهي. هنا كده مكان للشاشة أو التي في كورنر، كشافات برضو الاب داون اهي على اليمين وعلى الشمال. هنا بديل الرخام مع بديل الخشب. هنا كده عندي بلكونه، تعالوا نشوف برضو البلكونه. بلكونه ما شاء الله يا جماعه مساحتها حلوه، عرضها تقريبا يعني ما يقارب 2 متر، 2 متر اللي حاجه بسيطه. دي كده مساحه البلكونه اهي، طبعا عندي صرف المكيفات موجود. ده كده يا جماعه الفيو بقى من قدام من البلكونه. ده طبعا الشارع اللي تحت ده يا جماعه شارع عرضه 10 متر متفرع من شارع 30 متر، انا بالظبط تالت نمره من الشارع ال 30 متر. يلا نرجع نكمل بقيه الشقه عشان نشوف الغرف معانا. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده يا جماعه الريسبشن اهو، شفنا عندنا حمام الضيوف اللي هنا ده، عندي هنا برضو بيجي لنا عفوا المطبخ، ده المطبخ مفتوح امريكان على ريسبشن من الجنبين، برضو معمول فيه برضو شغل الجبسن بورد اهو، ليد بروفايل وبيت النور ليد ما شاء الله يا جماعه. الشمس برضه داخله هنا على المطبخ برضه حلوه ما شاء الله. ده كده المطبخ. بعد كده هنا بقى طرقه التوزيع بتودينا على الغرف والحمام الرئيسي. هنا كده اول حاجه بيجي لنا الحمام الرئيسي، ده الحمام الكبير الرئيسي اهو. حمام يا جماعه صغير بس واخد بانيو مرتاح ومتقسم حلو. الحاجة لما بتكون صغيرة وتتقسم كويس بتدي معاك مساحة حلوة. ده فوق اهو السقف بتاعه معمول نظام الجبسن بورد ده مع الليد والسبوت. شوفوا يا جماعة الشمس، بحب انا الشقة جدا اللي بيبقى فيها الشمس كده، ايه شمس والهواء داخلين من كل اتجاه. هنا كده بقى بتجي لنا الغرفة الأولى، دي الغرفة الأولى أهي، ده برضو التشطيب بتاعها. معمول بيت نور برضو في السقف أهو مع السبوتات. دي كده الغرفة ودي المساحة بتاعتها. دي كده يا جماعة الغرفة الأولى. بعد كده هنا بتجيلنا الغرفة التانية، دي الغرفة التانية اهي برضو نفس التشطيب اهو يا جماعة،
نفس الشغل برضه، بيت النور فوق مع برضه الليد بروفايل، لمحة ليد بروفايل كده مع سبوت، مع السبوت توب. دي مساحة الغرفة اهي برضه، جيبها لكم من الناحية التانية دي كده اهي يا جماعة. اوري لحضراتكم برضه التهوية بتاعتها، هي هنا المفروض بتبص على المنور ولكن انت مفيش حد جنبك، لذلك اهو يا جماعه ده منور خاص يا جماعه اللي في الوش ده. الغرفه الثالثه هنشوفها دلوقتي، وهنا دي على طرقه التوزيع. بصوا يا جماعه البرج لسه جديد، بصوا البناء بتاعه جديد. عندي هنا برضو اهو الصرف بتاع المكيف، ده صرف المكيف اللي هنا في الغرفه تمام. وعندي الجنب بتاعي مفتوح برضو، مديني اضاءه حلوه جدا، داخل معايا شمس وهواء. دي كده الغرفه الثانيه. بعد كده بتجي لنا الغرفة التالتة، دي الغرفة التالتة اهي. هنا كده برضو نفس التشطيب بتاعها، برضو معمول بيت النور مع السبوتات. دي اهي الغرفة من جميع الاتجاهات. وهنا كده ده الشباك اهو يا جماعة اللي انا وريته لحضراتكم، واللي هنا كده برضو الشباك بتاعنا. بصوا يا جماعة اهو ده كده يعتبر منور خاص بيك، مفيش حد معاك، تقدر تفتح شباكك براحتك. ودي كده الشقه بتاعه النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 120 متر تحت العجز والزياده، الشقه ثلاث غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واثنين حمام، وفيها كمان بلكونه. الشقه يا جماعه تشطيبها الترا سوبر لوكس، اول سكن لسه محدش سكنها يا جماعه، لسه الشقه جديده والبرج جديد. بالنسبه لعداد الغاز موجود على باب الشقه، يعني ما شاء الله الغاز داخل، ودي تعتبر ميزه كويسه. بالنسبه لعداد الكهرباء، عداد الكهرباء لسه ما دخلش، تقدر تقدم عليه ان شاء الله ويجي باسمك على طول. الشقه في الدور ال 12، البرج 13 دور، في فوقيها دور كمان، برج حديث البناء. الشقه عنوانها الهرم الليبيني جانبي من شارع الأرمان خلف أولاد رجب. الشقة مطلوب فيها 950 ألف كاش. الشقة دي يا جماعة سعرها كانت معروضة بمليون ومئة ألف، سعرها دلوقتي اتحرق ل 950 ألف. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل، وبأكد يا جماعة على مواعيد العمل، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.